أعلن مركز دراسات الشرق الأوسط السبت أسماء الفائزين بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية بدورتها 18 لعام 2016. ووفقا للجنة المشرفة على الجائزة، فقد حجبت الجائزة الأولى لعدم تقدم المنافسين ضمن فئتها بحسب المعايير والأحكام المنصوص عليها في نظام الجائزة، فيما تقدم لهذه الدورة 217 طالبة وطالبة من مختلف الجامعات موزعين على التخصصات العلمية والإنسانية. جائزة البحث العلمية طلبة الجامعات الأردنية طبعا هي مشروع وطني يسعى المركز منذ 1998 إلى ترسيخه في قطاع الطلاب في الجامعات على مستوى البكالوريوس والماجستير، ويحاول يعني أن يحفزهم باتجاه يعني السير في طريق البحث العلمي والبحث في مجموعة من العناوين والمجالات على المستوى الأردني المحلي في عناوين وطنية تتناول الأبعاد سياسية واقتصادية وفكرية واجتماعية، كما يعني يأخذ منحة عربي وإسلامي وصراع عربي إسرائيلي، أيضا بطرح عناوين ومواضيع يحفز الطلبة على البحث فيها على المستوى السياسي والاقتصادي والفكري الذي يخدم قضايا الأمة العربية ومصالحها ومصالح شعوبها. في الإطار الدولي يأخذ أو يعني يطرح مجموعة من العناوين التي تنعكس على منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية سواء في الجانب السياسي أو الجانب الاستراتيجي والجانب الأمني، بالإضافة إلى جانب الطاقة والمياه. وفاز بالجائزة الثانية الطالب محمد فراس التميمي، فيما فازت بجائزة المرتبة الثالثة الطالبة أنعام عيد أبو العدس ببكالوريوس المحاسبة من جامعة جرش. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالبة إنعام عيد أبو العدس بكالوريوس محاسبة بجامعة جرش. طبعا مشاركتي بجائزة البحث العلمي كان تشجيع من والدي إلي، كان موضوع بحثي درجة تطبيق إدارة الجهود الشامل في جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها. الحمد لله رب العالمين فزت بالمركز الثالث. طبعا جائزة البحث العلمي هي ضرورية ومهمة، وكانت يعني بدرجة الوعي للطالب انه يحفز نفسه للابداع والابتكار بالبحث العلمي. طبعا انا بشجع كل الجامعات والطلاب انهم يدعموا هذا البحث لانه كثير مهم للطالب. شجعتني او حفزتني دكتورتي الدكتورة سميرة الرفاعي عشان اشارك بالمسابقة بالفعل، وشجعوني اهلي، والدي، والدتي، اخواني واخواتي، وشاركت وحسيت هيك موضوع بحثي، هيك حبيت الموضوع واهتميت فيه وشاركت، وحبيت بالنهاية إني يعني أفوز، والحمد لله فزت. وقدم خلال هذه الدورة 18 عنوانا بحثيا ضمن الأطر الثلاثة: الإطار المحلي الأردني والإطار العربي الإسلامي والصراع العربي الصهيوني، إضافة إلى الإطار الدولي. حازم السردي، الحقيقة الدولية.